السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. إن شاء الله حنشرح تمارين ومسائل درس المعادلات الأسية للصف الثاني عشر الأدبي والشرعي. نبدأ على بركة الرحمن، ولكن بتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناة وتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل لجميع طلابنا في غزة والضفة، لجميع كل من بحب أن يستفيد وأن يتعلم. السؤال الأول بحكي لي جد مجموعة حل المعادلات الآتية: 8 أس 5 س ناقص 3 يساوي 4 أس 6 ناقص 3 س. ما فيش أي مشاكل، بتمسك الثمانية وبدك تكتبها على الصورة الأسية. هاي الثمانية بما إنه هو عدد زوجي يعني يقبل قسمة على 2. 8 تقسيم 2 4، الأربعة تقبل قسمة على 2، 4 تقسيم 2 2، و2 تقسيم 2 1. أنت لاحظ الـ2 اتكررت 3 مرات، يعني 2 أس 3. إذا بدل الـ8 هتكتب 2 أس 3 وتعمل قوس، وفوق القوس تكتب 5 س ناقص 3 يساوي ايضا الاربعة، بدك تكتبها على الصورة الاسية. سهلة، الاربعة احنا بنعرف 2 ضرب 2، الـ2 اتكررت مرتين يعني 2 اس 2. اذا بدل الاربعة هنكتب 2 اس 2 ونعمل قوس، وعلى القوس هذا بنكتب فوقه 6 ناقص 3 س. تمام، انت الان في عندك قاعدة. ايش القاعدة اللي بدنا نشتغل عليها؟ طلع، لما انا بحكي لك الف اس نون كلها اس ميم، الف الاساس ما الك دعوه فيه، اكتبه زي ما هو، فقط اضرب الاسس. نون ضرب ميم، نون ضرب ميم، هذا الكلام بدنا نطبقه على المعادله. انت لاحظ الثلاثه هذه شايفها، هذا عباره عن نون، وهذا المقدار كله عباره عن ميم. معناته حتكتب الاثنين الاساس زي ما هو، وحتضرب 3 ضرب 5 س ناقص 3، يعني هتضرب نون ضرب ميم. نون بنكتب بدالها 3، تمام، وعندك ميم بنكتب بدالها 5 س ناقص 3. بتمنى هذا الكلام يكون واضح. ايضا نفس القصة، الاثنين الاساس ما الك دعوة فيه، بينما الاثنين الاس هذا يمثل نون، شايفه، والمقدار هذا كله يمثل ميم. بدك تضرب نون ضرب ميم، بدل نون اكتب تنين مضروبة في ميم، ولكن المقدار اللي بيساوي ميم مين هو؟ هتقول لي 6 ناقص 3 س، 6 ناقص 3 س. الآن هتلاحظ الأساسات تساوي، شايفهم؟ إذا الآن بكل سهولة رايح تساوي الأسس في بعض، لأنه احنا بنعرف عندما الأساسات بتساوي بنقدر نساوي الأسس. إذا الآن 3 مضروبة في 5 س ناقص 3 بقدر أسويها في 2 مضروبة في 6 ناقص 3 س. بتمنى هذا الكلام يكون واضح. الآن أنت حتضرب 3 جوا القوس في الطرف الأيمن، والاثنين جوا القوس في الطرف الأيسر، هيكون ما يلي. طلع إيش هتعمل بكل سهولة؟ 3 مرة أضربها في 5 س ومرة في سالب 3، أيضا 2 أضربها مرة في 6 ومرة في سالب 3 س. يعني هتقول لي 3 ضرب 5 س، أضرب 3 ضرب 5 هتحكي لي 15، وس هتنزلها زي ما هي. الآن الإشارة هنا موجب 3، هنا الإشارة سالب 3، أنت موجب ضرب سالب سالب، و3 ضرب 3 9. خلصنا من الطرف الأيمن، نيجي الآن للطرف الأيسر. 2 ضرب 6 12، الاثنين إشارتها موجبة والثلاثة إشارتها سالبة، موجب ضرب سالب سالب، و2 ضرب 3 6، وحتكتب س زي ما هي. تمام، الآن بكل سهولة خلي السينات عند السينات والأعداد عند الأعداد، يعني السالب 6 س انقلها إلى الطرف الأيمن بتصير موجب 6 س، وشطبها من الطرف الأيسر. كذلك السالب 9 انقلها من الطرف الأيمن إلى الأيسر بتصير موجب 9، وشطبها من الطرف الأيمن.
المعادلة حتصير على هذا الشكل. طلع ايش بده يصير معايا؟ هتحكي لي 15 س زائد 6 س، 15 س زائد 6 س في إشارة يساوي، بعدين عندك 12 زائد 9. الآن احكي لي 15 س زائد 6 س، زي ما بقول لك معك 15 دينار زائد 6 دنانير، هتقول لي 21 دينار، ولكن كلمة دينار ما بتلزمناش، بنكتب احنا المتغير س يساوي 12 زائد 9 21، بقسم الطرفين على معامل س، تمام؟ إذا 21 على 21 بضل 1 س، ولكن طبعا احنا الواحد ما فيش داعي نكتبه، فيها إشارة يساوي 21 على 21 واحد صحيح، إذا س قيمتها واحد صحيح، معناته مجموعة الحل تساوي، بنعمل حاصرتين بهذا الشكل وبكتب العدد واحد، وبهيك بكون أنا حليت السؤال. بتمنى يكون واضح إن شاء الله. الآن بالنسبة لباء بحكي لي 7 أس س ناقص 2 يساوي 49 أس 5 ناقص 4 س. هذه سهلة، طلع السبعة جاهزة ما فيش فيها مشاكل، بخليها زي ما هي، الطرف الأيمن يكتب كما هو. ليش؟ لأنه السبعة مكتوبة أصلا بالصورة الأسية 7 أس 1، يعني ما فيش داعي أعمل فيها أي شيء. بالنسبة لل 49 سهلة، ال 49 هي عبارة عن 7 ضرب 7، السبعة تكررت مرتين، إذا 7 أس 2، معناته بدل ال 49 هتكتب 7 أس 2، وهذا كله طبعا أس مين؟ أس 5 ناقص 4 س. بالنسبة للطرف الأيمن قلنا ما فيش فيه مشاكل، يكتب كما هو 7 أس س ناقص 2، بينما الطرف الأيسر هتشتغل وفقا للقاعدة ألف أس نون كلها أس مين، هتكتب الأساس زي ما هو وهتضرب الأسس في بعض، معناته هتفهم إنه التنين هذه هي عبارة عن نون والمقدار هذا عبارة عن ميم، تمام؟ الآن هتقول لي السبعة زي ما هي وهتضرب نون ضرب ميم، ولكن نون قيمتها تنين، ضرب بدل ميم هنكتب 5 ناقص 4 س. الآن أنت لاحظ معايا الأساسات ساووا بعض، صح ولا لا؟ إذا بقدر أساوي الأسس بهذا الشكل، يعني حيصير عندك س ناقص 2 بقدر أسويها في 2 مضروبة في 5 ناقص 4 س. الآن الطرف الأيمن ما فيش فيه أي مشكلة، الطرف الأيسر هتضرب 2 مرة في 5 ومرة في سالب 4 س، 2 ضرب 5 10. الآن الاثنين إشارتها موجبة، موجب ضرب سالب سالب، واثنين ضرب أربعة ثمانية، وسين تكتب زي ما هي. الآن بكل سهولة هتخلي السينات عند بعض، معناته السالب ثمانية سين وديها على الطرف الأيمن بتصير موجب ثمانية سين، وبشقدها من الطرف الأيسر. السالب تنين من الطرف الأيمن بوديها للطرف الأيسر بتصير موجب تنين، وبشقدها من الطرف الأيمن. المعادلة صارت س زائد 8 س، طلع ايش صارت؟ س زائد 8 س يساوي 2 زائد 10، 2 زائد 10، تمام. لقيت هنا س في واحد مش مكتوب، 1 زائد 8 هتقول لي 9، أو س تكتب زي ما هي، زي ما أقول لك 1 دينار زائد 8 دينار هتقول لي 9 دنانير، ولكن إحنا هنكتب س يساوي 2 زائد 10 12، تمام. الآن أنا بقسم على معامل س، لأنه أنا بدي س يكون معاملها واحد، 9 9 1، ولكن الس الواحد المعامل ما فيش داعي يعني نكتب إنه واحد. الآن أنت لاحظ 12 على 9، ما ال 12 تقبل قسمها على 3 4، وعندي 9 تقبل قسمها على 3 3، يعني الجواب 4 على 3. إذا مجموعة الحل بكل بساطة هتكون 4 على 3، بتمنى يكون واضح. الآن بالنسبة لجيم بحكي لي 27 أس س ناقص 2 يساوي 81 أس 2 ناقص س، ما فيش أي مشكلة، ال 27 مكتوبة على الصورة الأسية، إذا إحنا بنعرف ال 27 عدد فردي، إذا يقبل القسمة على 3، ليش؟ لأنه 7 زائد 2 9، وال 9 تقبل القسمة على 3، معناته ال 27 تقبل القسمة على 3، 27 تقسيم 3 9، التسعة تقبل قسمة على ثلاثة، تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة، والثلاثة تقبل قسمة على ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد. إذا أنت لاحظ
الثلاثة تكررت 3 مرات، يعني 27 عبارة عن 3 أس 3، وهذا الكلام كله أس مين؟ أس سين ناقص 2. تمام. الآن بالنسبة لل 81 نفس الحكاية، هي ال 81 أنت لاحظ واحد يكون عدد فردي يا لا يقبل القسمة على التنين. إذا بنجرب الثلاثة، الواحد زائد 8 9، 9 تقبل القسمة على 3، معناته ال 81 تقبل القسمة على 3. قسم ال 81 على 3 27، على 3 9، على 3 3، على 3 1، معناته الثلاثة تكررت 4 مرات، معناته ال 81 3 أس 4، وهذا الكلام كله أس مين؟ أس 2 ناقص سين. تمام. بعد ذلك هتشتغل وفقا للقاعدة التالية. ايش القاعدة؟ هتقول لي ألف أس نون أس ميم. ألف الأساس ما إلك دعوة فيها، تضرب الأسس في بعض، نون ضرب ميم، معناته الثلاثة هذا عبارة عن نون والمقدار هذا عبارة عن ميم. الثلاثة في الأساس ما إلك دعوة فيها، اضرب نون ضرب ميم يعني ثلاثة مضروبة في سين ناقص تنين. كذلك الطرف الأيسر، الأربعة هذه تمثل نون والمقدار 2 ناقص سين يمثل ميم، هتضرب نون ضرب ميم. انت لاحظ الثلاثة بالأساس ما لك دعوة فيها، اضرب 4 مضروبة في 2 ناقص سين. تمام. الآن لاحظ الأساسات تساوي بعض، تقدر تساوي الأسس، معناته الثلاثة مضروبة في سين ناقص 2 بدها تساوي 4 مضروبة في 2 ناقص سين. الآن اضرب الثلاثة جوا القوس، اضربها مرة في سين ومرة في سالب 2. 3 ضرب سين، في هنا يا عمي واحد مش مكتوب، 3 ضرب 1 3 وسين تنزل زي ما هي. 3 ضرب سالب 2، الثلاثة موجبة، يعني موجب ضرب سالب سالب، و3 في 2 6 يساوي 4 ضرب 2 8. الآن هتضرب 4 ضرب سالب سين، الأربعة إشارتها موجبة، موجب ضرب سالب هتقول لي سالب، وأربعة في واحد هم مش مكتوب، أربعة ضرب واحد أربعة وسين تنزل زي ما هي. الآن بكل بساطة خلي السينات عند بعض، يعني هذا حتصير لما أنقلها للطرف الأيمن موجب أربعة سين بشطبها من الطرف الأيسر. السالب ستة بأجيبها إلى الطرف الأيسر بتصير موجب ستة وبشطبها من الطرف الأيمن، يعني المعادلة شكلها صار عندي 3 سين زائد 4 سين، 3 سين زائد 4 سين يساوي 6 زائد 8 أو 8 زائد 6، ما فيش أي مشكلة. الآن لما أقول لك 3 سين زائد 4 سين هتقول لي 7 سين، زي ما أقول لك 3 شيكل زائد 4 شيكل 7 شيكل، و8 زائد 6 هتقول لي 14. بتقسم الطرفين على معامل سين، 7 7 1 سين، والواحد ما فيش داعي نكتبه، وعندك 14 على 7 2، إذا مجموعة الحل هتقول لي 2. بالنسبة للسؤال الثاني، ما مجموعة حل كل من المعادلات الآتية؟ ألف معطيك 1 على 9 أس 3 سين ناقص 5 يساوي 27. شوف بالنسبة للطرف الأيسر ما فيش أي مشكلة، أنت ال 27 لما بدك تكتبها على الصورة الأسية هتحكي لي بكل بساطة ال 27 تقبل قسمة على 3، هتحكي لي 9 وال 9 تقبل قسمة على 3 3، وال 3 تقبل قسمة على 3 طبعا 1. إذا لاحظ ال 3 اتكررت 3 مرات، يعني 3 أس 3. خلصنا من الطرف الأيسر، احنا الشغل كله هيكون عندنا في الطرف الايمن. انت لاحظ هعمل القوس هذا زي ما هو وحكتب الاس 3 سين ناقص 5، اذا الشغل وين هيكون؟ على التسع. كيف بدك تكتب على الصورة الاسية؟ ما فيش اي مشكلة، طلع الواحد على 9، هتكتب الواحد زي ما هو، هتيجي للتسعة هتقول لي بكل بساطة التسعة عبارة عن 3 ضرب 3، إذا التلاتة تكررت أكم من مرة؟ مرتين، يعني التسعة 3 أس 2، بضل المرحلة الأخيرة. طلع إيش بدك تعمل؟ في عندك قاعدة لما يحكي لك 1 على ألف أس نون، لما بدك تطلع ألف أس نون اللي في المقام إلى البسط، يعني شقلب لي البسط والمقام، خلي الواحد شايف هذا وين في البسط، خليه في المقام، والمقام ألف أس نون طلع لي إياها إلى البسط، حتصير ألف
بس نون، ولكن في شغلة صغيرة بدك تعملها. نون هام اشارتها موجبة، بدك تخليها سالبة. بس ما فيش داعي تكتب انت الان المقام واحد، يعني هذا حتصير الف السالب نون. طيب يعني افهم منك، هتقول لي الواحد هاي صح، البسط صار مقام، والمقام بده يصير بسط، شايف كيف؟ ولكن الاثنين اشارتها موجبة حتصير سالبة، يعني الجواب النهائي حيصير 3 أس سالب 2، وما فيش داعي نكتب المقام واحد. معناته التسع لما بدك تكتب على الصورة الأسية هيكون 3 أس سالب 2، هيكون 3 أس سالب 2. أنا بحاول أبسط لك عشان أنت تفهم وتستوعب، ما تلاقيش أي مشاكل. الآن الخطوة اللي بعد ذلك، في عندي قاعدة بتحكي لي ألف أس نون كلها أس ميم. ألف الأساس بتخليها زي ما هي وأضرب الأسس في بعض، نون ضرب ميم، نون ضرب ميم، معناته طلع ايش بده يصير؟ حيصير عندك زي هيك، السالب 2 تمثل نون، والمقدار 3 سين ناقص 5 يمثل ميم. معناته الثلاثة اللي في الأساس ما إلك دعوة فيها، اكتبها زي ما هي، وحتضرب نون ضرب ميم، نون قيمتها سالب 2 مضروبة في 3 س ناقص 5. هذا الكلام كله يساوي الطرف الأيسر 3 أس 3. أنت لاحظ الأساسات إيش صار مالهم؟ يساوي بعض، معناته بتقدر تساوي الأسس بكل سهولة، يعني حيصير سالب 2 مضروبة في 3 س ناقص 5، هذا الكلام كله بده يساوي 3. الآن بكل بساطة هتضرب لي السالب 2 جوا القوس، مرة في 3 س ومرة في سالب 5، اضرب سالب 2 ضرب 3 س، هتقول لي سالب 6 س. ايش اللي سويته انا؟ قلت الثلاثة هذه شرطها موجبة، سالب ضرب موجب سالب، 2 في 3 6 و س تكتب زي ما هي. الآن سالب ضرب سالب موجب، و2 في 5 10، هذا الكلام حيساوي الطرف الأيسر 3. الآن حتنقل العشرة إلى الطرف الأيسر، بتصير سالب 10 وشطبها من الطرف الأيمن، معناته الطرف الأيمن حيضل في سالب 6 س يساوي، احكي لي طبعا سالب 7. أنت بدك س، إذا نقسم على معامل س بهذا الشكل، سالب على سالب موجب، 6 على 6 1، حيضل عندك س يساوي، سالب على سالب موجب وعندك 7 على 6، خليها زي ما هي 7 على 6، إذا مجموعة الحل بكل سهولة هتحكي لي 7 على 6، وبهيك بكون انت حليت السؤال. بتمنى يكون واضح وما فيش فيه اي مشكلة. نشوف البند اللي بعده. بالنسبة لباب حكي لي 125 أس 2 ناقص س يساوي 5 أس 2 س ناقص 9، ما فيش اي مشكلة. ال 125 بدي اكتبها على الصورة الأسية، بدي اكتبها 5 أس كام، طبعا هذا الكلام كله أس 2 ناقص س، تمام ما فيش اي مشكلة. انت ال 125 قسمها على 5 بيطلع 25، وال 25 قسمها على 5 بيطلع 5، وال 5 تقسيم 5 1، معناته هيكون 5 اس 3. طلع كيف؟ ال 125 تقسيم 5 25 تقسيم 5 5 تقسيم 5 1. طبعا بامكانك تستخدم الآلة الحاسبة اذا عندك في مشكلة في القسمة المتكررة. اذا هذا حصير 5 اس 3، ما فيش اي مشكلة. الطرف الايسر زي ما هو 5 أس 2 س ناقص 9. بالنسبة للطرف الأيمن في عندك قاعدة ألف أس نون كلها أس ميم، اتفقنا بنكتب ألف زي ما هي ونضرب نون ضرب ميم، يعني الثلاثة هذه عبارة عن نون والمقدار هذا عبارة عن ميم. هتكتب الأساس 5 زي ما هو وحتضرب 3 مضروبة في 2 ناقص س، هذا الكلام يساوي 5 أس 2 س ناقص 9. لاحظ الأساسات تساوي بعض، معناته بدك تساوي الأسس، تمام؟ إذا 2 س ناقص 9. الآن اضرب 3 ضرب 2 6، وعندك 3 ضرب سالب س تعلمناها سابقا، سالب 3 س يساوي 2 س طبعا ناقص مين؟ ناقص 9. الآن حتخلي السينات عند السينات، انقل لي من الطرف الأيسر ال 2 س رايح تصير سالب 2 س، شطبها من الطرف الأيمن، الستة جيب لي إياها من الأيمن إلى الأيسر بتصير سالب 6، تمام؟ وشطبها من الطرف الأيمن، معناته عندك سالب 3 س وسالب 2 س، هتحكي لي سالب 5 س يساوي
سالب 9 وسالب 6 هتقول لي سالب 15، هتقسم الطرفين على سالب كم؟ على سالب 5. إذا الآن سالب 5 على سالب 5 بضل 1 س، وسالب على سالب موجب و15 5 3. إذا مجموعة الحل هتساوي 3. أسئلة سهلة وما فيش فيها أي مشاكل، بس شوية تركيز. تمام؟ تمام، إن شاء الله الأمور تكون طيبة. بالنسبة للسؤال الأخير بحكي لي 6 أس 2 س ناقص 1 تساوي 216. أنت لاحظ الطرف الأيمن ما فيش فيه مشاكل، 6 أس 2 س ناقص 1. بالنسبة لل 216 اعملها بالقسمة المتكررة، هتكون معاك 6 أس 3. هتلاحظ الأساسات بيساووا بعض، تقدر تساوي الأسس. إذا 2 س ناقص 1 يساوي 3. نقل السالب 1 للطرف الأيسر بصير موجب 1، شطبه من الطرف الأيمن معناته 2 س تساوي 3 زائد 1 4 بالقسمة على معامل س، إذا س تساوي 2. وبهيك أعزائي الطلبة بنكون وصلنا لنهاية شرحنا، بتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناة وتشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفيد جميع طلبتنا في الثانوية العامة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.